حاسك رح تخسرنا كل المصريات وهيك معلوماتك قوية. شو اسمك؟ عبد السلام. عبد السلام، من وين انت عبد السلام؟ من حمص. من مدينة حمص، الله يعطيك العافية. قديش عمرك؟ 9. مش قد صار لك ساكن هون في الدار؟ تقريبا 6 شهور. يعني 6 شهور. شو أحلى شيء في الدار؟ أحلى شيء القرآن، يعني هيك يعني بيدرسونا هيك وكل شيء. أحلى شيء تحفيظ القرآن. طيب مرتاح في الدار؟ أنت شو اسمك؟ عبد السلام. عبد السلام مرتاح في الدار؟ نعم. شو عم بتقضي يومك؟ مس أول ما تفيق الصبح شو بتعمل؟ في الصبح يعني بروح على المدرسة. هي المدرسة في داخل الدار، ما أنتوا بتناموا والمدرسة في داخل؟ لا، بروح على المدرسة بالباص. مدرسة برا. تمام، بتخلص من المدرسة وبترجع على الدار؟ ايه، بخلص من المدرسة برجع على الدار، بدا يعني بنصلي نتغدى بننام. الله، مين بيعمل لكم الغدا؟ لا انسات. شو أكتر أكلة بتحبها أنت؟ الكبة. الكبة، الله، أنسى عم تعملوا لهم كبة ما هيك؟ بالله كل أنواع الكباب. كل أنواع الكباب. بتعرف تعمل كبة أنت ولا لا؟ بكره بصير شاب، بصير عزابي، بتصير مثلنا، نحن بنطبخ كل شيء. والله انا بطبخ ملوخيه، بتاكل ما بتاكل ملوخيه بعدها في حياتك، لانه ما رح تقدر تاكلها، ما طيبه. طيب، سؤال وجواب، كم عدد لاعبين كره القدم الفريق الكبير؟ شو بتصير عددهم؟ 16. لا، اقل اقل. الاساسي الملعب الكبير. ايه، 11. 10 و او 9. لا، 10 بيلعبوا، 10 وواحد الحارس. برافو عليك، تفضل. سؤال ثاني، وجعلنا من الماء ماء سجاجة. ماء. وجعلنا من الماء كل شيء أحصل. كل شيء حي. حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. برافو عليك، تفضل. طيب نحن شو بنتنفس؟ شلون بقى؟ أكسجين. أكسجين، أنا كنت مستني أقول هوا. والله برافو عليك. تفضل، ننتقل عند رفيقك. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. من وين أنت؟ من حلب. من حلب. من حلب؟ لك أهلين جار. من وين من حلب؟ من العظمية. من العظمية، والله جيران نحن. أنا من حلب، من صاخور. شو صار لك عايش هون في الدور؟ سنة وشهرين. أهلك وينهم؟ أهلي بحلب، أمي بحلب، أخواتي هون. ميت. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وهيك يبعث لك أيام حلوة. شو حابب تصير أنت بس تكبر؟ حافظ القرآن. تصير حافظ للقرآن، يعني تصير قارئ للقرآن، تصير معلم للقرآن. اتفقنا؟ طيب، عنا سؤال لك. سؤالنا بيقول أنت قوي بالطابة ولا لا؟ الحارس تعال تعال، أنت حكي لنا، لعيب بالطابة ولا لا؟ لعيب. بيكسر شوي، ما كسرك من قبل؟ ليه عم بتكسر؟ الجماعة طلع كلهم خايفين منك. طيب، مشاغب ولا شطور أنسة؟ شطور. طيب، شوي شطور، شوي مشاغب. شوي مشاغب. يلا معلش، أنا كنت مشاغب هيك، خليك مشاغب شوي، لا ترد عليه هون، بس لا تأذي حدا. اتفقنا؟ طيب، سؤالنا الأول خيو، بيقول الأطفال شو بيشربوا أول ما يولدوا؟ حليب. حليب، برافو عليك. تفضل. سؤال تاني بيقول طيب، قد عمرك أنت هلا؟ 11. بعد 5 سنين قديش رح يصير عمرك؟ بعد 5 سنين 15. لا، 11 و5 14 16. برافو عليك، تفضل. تعال تعال. عمي أنت خلط جبهة. برافو عليك، انت والله بطل، صدقا بالله.